كابتن رؤوف عبد القادر معايا على التليفون. مساء الفل يا كابتن رؤوف. مساء الخير يا كابتن. اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك يا فندم، وحضرتك طيب ان شاء الله. يعني انا عارف انها بتبقى مسؤوليه كبيره جدا، تشغيل الاجهزه الفنيه بما يليق بشكل النادي الاهلي، واكيد الاختيارات بتبقى صعبه، لكن في الاخر قدرت تعمل تصور وعرضته على كابتن محمود الخطيب، واعتقد ان هو نال الموافقه الكامله. يعني هو في الحقيقه بيبقى ليه خطوات بالنسبه للتشكيل، اهم حاجه الموسم اللي انتهى بتحصل تقرير للمتابعه، كل مدرب وكل اداري وكل سواء اجهزه فنيه او طبيه او اداريه كلها بتبقى تحت التقييم مع استعراض للنتائج عموما لجميع الفرق سواء الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه. بعد كده بيبقى في تقرير خاص لكل لعبه وكل فرد شارك في الموسم اللي انتهى. بناء عليه بعد كده بنبتدي نعمل التقرير او التصورات للموسم الجديد. بيتم اول خطوه عرض تصور النشاط الرياضي بالنسبه للمديرين الفنيين ومديري قطاع الناشئين ومدير الاكاديميات ورؤساء الاجهزه. دول بيبقوا اللي على راس الاجهزه، فده بيتم اختيارهم في البدايه. بيتم التجديد لبعض الناس، بيتم الاتفاق مع بعض المديرين الجدد. بعد كده بنديهم فرصه كل مدير فني ان هو يعني يعرض التشكيل الخاص بيه. بعد ما بيتم عرض التشكيل الخاص بيه بيتم ايضا تقييم الناس اللي هي موجوده، الناس الجدد، السيفيهات بتاعتها. وبعد كده بنفلتر الموضوع كله، وبعد كده بنوصل للمقترح بتشكيل الاجهزه اللي بيتم عرضه على مجلس الاداره، وبيتم اعتماده كما اعتمده مجلس الاداره امس. يعني حضرتك الاول بتقيم الاجهزه الفنيه وبتشوف هل هي صالحه للاستمرار في النادي الاهلي موسم اخر او لا. بالظبط، لازم، دي اهم حاجه، ان قبل حاجه حد نبتدي من شهر 3 نبتدي يحصل تقييم لكل نتائج الفرق كلها من الالعاب الفرديه والجماعيه، سواء الحاجات اللي بتعتمد على الارقام او كالالعاب الجماعيه. وبيحصل التقييم اللي هو بناء عليه، يعني لو لاحظنا في التشكيل الجديد هنلاقي مثلا ان في كره اليد الرجال وكره السله الرجال حصل فيها يمكن تغيير جذري من المديرين الفنيين الخاصين بيهم. المعايير بتكون ايه يا كابتن رؤوف؟ المعايير او الخطوط العريضه للتقييم بتكون ايه؟ النتائج طبعا ده ليها اساس كبير، دي نمره واحد. نمره اثنين مواظبه الاجهزه، التاخير عن التدريبات، المواظبه اليوميه من المتابعه، هل في مخالفات؟ مش في مخالفات، الحاجات اللي هي هل المدرب وهو واقف في ملعبه بيقوم بمتابعه جميع الفرق، هل الاداء اللي المدرب شغال بيه يتناسب مع المرحله اللي احنا فيها في السنه؟ يعني احنا في مرحله مثلا بدايه فتره الاعداد، هل التدريبات اللي بتتم دي تتناسب مع المرحله او احنا في مرحله ما قبل المباريات؟ في تقييم بيبقى فني، تمام، في تقييم انضباطي، وفي تقييم خاص بالنتائج. فبناخد المجموع بتاع الثلاث حاجات دي كلها، زائد طبعا اهم حاجه يعني مبادئ النادي الاهلي، هل بتطبق داخل الملاعب ولا لا، في خروج عن المبادئ، كل دي داتا بنحطها يعني. تمام. التدعيمات للموسم الجديد يا كابتن رؤوف شكلها ايه؟ يعني هو الحقيقه لما هنيجي زي ما نتكلم يمكن الفوكس كله على فريق اليد للرجال وفريق السله للرجال، لان كما تعلم يمكن بقيه الفرق كلها يعني جميع الالعاب الفرديه اللي داخل النادي يعني يمكن واخدين العلامه الكامله فيها. تمام. يعني احنا عندنا 13 لعبه، عندنا منهم 11 لعبه محققه العلامه الكامله. فيمكن حصل بعض الاخفاق في فريقي الرجال بالتحديد، الفريق الاول لكره السله وكره الرجال وكره السله وكره اليد. تمام.
التدعيمات اللي تمت كما تعلمنا داخل النادي الاهلي. يعني الاجهزه الفنيه بتحدد زي ما يعني قلت لحضرتك بالنسبه للاجهزه الفنيه كيفيه التخييم، بيحصل برضو عمليه تخييم بالنسبه للفريق اللي مثل النادي الموسم اللي فات. تمام. بيبتدي بيحصل فيه تقرير فني عن مدى العطاء والفنيات بتاعت كل لاعب عن طريق الناس الفنيين الخاصين بالجهاز، بيبتدوا يدوا تصوراتهم عن اللعيبه اللي هم ممكن ما يبقاش ليهم نصيب في الاستمرار معاهم للموسم الجديد. في نفس الوقت بيحددوا احتياجاتهم من اللعيبه في الانديه الاخرى. طبعا الانديه الاخرى الموضوع بيتقسم حاجتين، الحاجه الاولانيه ان في بعض اللاعبين يبقوا فري، يعني عقودهم منتهيه مع الانديه بتاعتهم. تمام. في بعض اللاعبين اللي هم لسه مرتبطين بعقود. بعقود. بنشتغل في الخطين مع بعض، واعتقد ان احنا نهينا قدر كبير كل الاحتياجات ده، بالاضافه ان في بعض الحاجات اللي ما ينفعش ان احنا نتكلم عليها الا بعد ما تنتهي. اكيد. ففي تدعيمات انتهت بالفعل. يعني عايز اقول الناس اللي موجوده اللي كانت متاحه احسن ثلاث لاعبين في كره اليد، الحمد لله تم توقيع العقود معاهم. تمام. هيتم قيدهم، ده بالاضافه لتصعيد ثلاث لاعبين من مواليد 98 هم اعمده منتخب الشباب. تمام. فلما نيجي نجمع ادي ست لاعبين، بالاضافه اللي في يعني تقريبا في حاجتين زي ما اتفقنا مش هنتكلم عليهم ولا لما يتموا الاتفاق، فانا اعتقد يعني بنسبه كبيره بالنسبه للمشاركات المحليه هتبص كتقييم فني، هتبص تلاقي مثلا لو بنتكلم في حراسه المرمى هتلاقي محمد عصام الطيار ده النهارده عمره 22 سنه 23 سنه وهو حارس مرمى مصر الاول على الفريق القومي الاول. جميل جدا. وراه عبد الرحمن طه ده حارس مرمى منتخب مصر للشباب، وراه حميد حارس مرمى منتخب مصر للناشئين. فالنهارده انت جددت من الصفوف وفي نفس الوقت معاك الكفاءات اللي موجوده، هتبص تلاقي في كل مكان في مكان الحف مثلا في احسن اثنين موجودين منتخب مصر اسلام واحمد خير. هتبص تلاقي الشول الناحيه بيبقى مطلوب خمس لاعبين شول، هتلاقي الحمد لله ربنا وفقنا برضه في التعاقد مع باير البطراوي لاعب نادي الجيش، ده بالاضافه للعيبه اللي هم موجودين من الاول. هتلاقي محمود فايز نعيم في الوينج رايت في الباك ليفت برضه تدعيمات كثيره. بالنسبه للعيبه الدايره يمكن ربنا وفقنا في اثنين لاعبين، احمد عادل لاعب طلاع الجيش ومحمد جمال لاعب الدايره نادي الجزيره، ودول برضه من اعمده منتخب مصر في مركزه. اذا هنقول اول حاجه ان احنا نزلنا بمعدل الاعمار، وفي نفس الوقت الاحتياجات اللي الفنيين حددوها الحمد لله يعني انتهينا منها. ايضا كره السله يعني في تدعيمات في الطريق وفي اتصالات بتجرى لغايه من حوالي ربع ساعه، يعني باذن الله باذن الله يعني نكملها على خير، مع اهم حاجه رغبه النادي في الاتفاق بالنسبه للاعب المحترف هنتأنى كويس جدا فيه. تمام. هنشوف احتياجاتنا بالظبط ايه اللي احنا عايزينها، والنادي يعني مدي كارت بلانش مفتوح بالنسبه للتعاقد مع لاعب محترف امريكي يكون على اعلى مستوى. وده المطلوب يا كابتن رؤوف. وده المطلوب. وده اللي كل الجماهير بتطالب بيه. يعني نقدر نقول ان حضرتك عالجت جزء كبير جدا جدا يكاد يكون اكتر من 90% من سلبيات العام المنقضي، وكمان دعمت الايجابيات بشكل كبير جدا، وده المفروض ده او ده المطلوب من حضرتك. اعتقد ان حضرتك يعني كده اديتنا صوره كبيره جدا، طمنا جميل الاهلاويه عن العاب الصالات بشكل كبير وعن الاجهزه الفنيه. ان شاء الله يكون موسم موفق لحضرتك والنادي الاهلي. كابتن رؤوف عبد القادر مدير عام نشاط الرياضي للنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.